عدوكم من الخارج له أطماع في بلادكم، أطماعه ليست بأن تحتل جيوشه الأرض، وذلك عهد عفى عليه الزمن وغبر، بل أطماعه في أن يحتلكم بالنفوذ والسيطرة والإملاءات، وأن ينصب علينا من يسومنا سوء العذاب. ينصب علينا حفتر وهو يعلم ما يقوم به من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، لكن هذه الجرائم لا يقوم بها حفتر في بلاد الغرب، وإنما يقوم بها في أرض ليبيا، ولذلك هي لا تعني عدوكم ولا يكترث بها. إذا يستمر هذا فإن سجن غرنادا سوف لن يكون في المرج فقط، وإنما يكون في كل مدينة ليبية. أطمع الغرب وسلطانه في النفوذ بأن ينصب علينا حكومات تسمع وتطيع، تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه ولا تعصي له أمرا. لقد رأينا وشاهدنا، ها نحن نرى بأعيننا رأي العين ما انتهت إليه مسودات الصخيرات وتوافقاتها وحكوماتها، لم تزدنا إلا خبالا، ولم تزد المواطن إلا إذلالا وبؤسا. أقول وأذكر من كان يسعى خلف السراب، أذكره بقول الله تبارك وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. لهذا كله ولغيره، فإنه ليس لنا الآن مخرج بعد الاعتماد على الله تبارك وتعالى وبعد التوكل عليه إلا أن نراجع أنفسنا ونجمع كلمتنا ونوحد صفوفنا